انا كنت بربط دلوقتي مع الفريق بين التجربة العظيمة اللي تمت منذ شحوط المركب وحتى النهاردة توديع المركب. اعتقد تجربة تدرس ونموذج لابد ان يحتذى. وبقول للمواطن المصري اطمن ان بلدك بخير، عندي مؤسسات وعندي رئيس وعندي ناس بتشتغل نفس الفكرة اللي بتحصل في سد النهضة النهاردة. اطلعني معالي الفريق على اهم الدروس المستفادة مما جرى في الرحلة امام عينيك حتى الان، منذ لحظة الشحوط الباخرة وابلاغك وحتى لحظة وداعك النهاردة لإيفر جيفن. سؤال مهم عظيم. يعني طبعا احنا قابلنا دروس مستفاده كتير من ساعه بدايه الشحط السفينه يعني، ونجحنا الحمد لله في ان احنا نخرجها من هذا الشحط خلال 6 ايام بمجهودات رجال الهيئه ومعدات هيئه قناه السويس، وبدعم مستمر ومتواصل من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يوميا بيتصل ليطمئن على اللي بيتم في السفينه ايه وايه اللي بيتم معاها واحنا بنتقدم ولا ما بنتقدمش. الحقيقه كان اصرار على ان احنا ننجح الموضوع وان احنا ننقذ السفينه دي باسرع وقت ممكن عشان الشريان العالمي ده يرجع تعود المياه الى مجاريها زي ما بيقول. والحمد لله نجحنا فعلا في الست ايام، ومن خلال الست ايام دول احنا كان ظهرت امامنا دروس مستفاده كتير، مثلها يعني اهمها كانت ان احنا لازم يكون عندنا قدرات، ودايما سياده الرئيس بيتكلم على امتلاك القدره، ان احنا عندنا قدرات من سفن الانقاذ، عندنا قدرات من ازرع الشحنه اللي ممكن تطلع لمسافات اعلى زي ايفر جيفن دي كانت على 52 متر ما كانش فيه ازرع شحنه ممكن توصل عشان نفضي السفينه او نخفف السفينه، سفن دعم للانقاذ والغطاسين تكون فيها في غرفه ضغط، قاطرات شد بقوه شد اكبر من اللي موجوده عندنا توصل لحد 250 طن. كل دي كانت دروس مستفاده بالنسبه لازمه الحادثه نفسها. يعني برضه احنا كنا في الازمه دي خدنا بالنا قوي من ان العامل البشري المصري الراجل المصري المصريين عليهم عامل كبير جدا، وفعلا هم خبرات عاليه جدا موجوده في كونسيس في الكركات وفي القطارات هم اللي نجحوا الموضوع. يعني ناس عندها خبره وناس كانت بتعرض افكار واراء جديده وافكار خارج الصندوق عشان نحل الموضوع، زي موضوع استخدام الكركات كان اول مره استخدم الكركات في عمليات الانقاذ في العالم كله ما حصلتش. يعني دي فكره مهندس صغير قال احنا لو عملنا الكركات دي وخلخلنا الميه من تحت مقدم السفينه هيحصل فيه الميه هتبقى تزيد في المقدم ممكن نسحب السفينه. كل الحاجات دي برضو احنا بنخلي بالنا منها انها من الدروس المستفاده.